السلام عليكم ورحمة الله. شنت مقاتلات الاحتلال الصهيوني فجر السبت سلسلة غارات على قطاع غزة، قالت إنها رد على سقوط صواريخ على بلدة سيدروت أطلقت من غزة. الغارات استهدفت عدة مواقع في جباليا وخان يونس وشمالي غرب مدينة غزة، وتسببت في استشهاد 4 أشخاص وجرح آخرين وحدوث أضرار في الأماكن المستهدفة. هذا وكان فلسطينيان استشهدا الجمعة وأصيب أكثر من 1000 آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية بعد خروج مظاهرة حاشدة رافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أبدت جريدة واشنطن بوست انتقادها لطريقة تعامل القوى الأوروبية والإفريقية مع أزمة الهجرة وإلقاء اللوم بالكامل على ليبيا. وفي مقال نشرته الجريدة الجمعة أوضحت أن حكومات الدول الإفريقية تتجاهل أزمة المهاجرين وأن ليبيا لا تتحمل اللوم وحدها. وأضاف المقال بأن إصرار الدول الأوروبية ورفضها إنشاء ممرات آمنة لوصول المهاجرين إلى أوروبا يزيد من معاناتهم. اتفق رئيس رئاسي المقترح فايز السراج مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي السبت على إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، تتكون من ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسي المقترح أن هذا الاتفاق تم خلال استقبال السراج السبت بمقر المجلس في طرابلس لوزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بحضور وزير الداخلية المفوض برئاسي المقترح وآمر خفر السواحل الليبي والسفير الإيطالي لدى ليبيا. ووفقا للمكتب فإن الاجتماع تناول تفاصيل عمليات التنسيق والخطوات العملية التنفيذية لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر. أعلنت ألمانيا الجمعة تقديم مبلغ 1 مليون يورو كمساهمة في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا، وذلك خلال اتفاق وقعه كل من سفير ألمانيا لدى ليبيا كريستيان بوك ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا فال ريبيرو. وبهذا الاتفاق انضمت ألمانيا إلى قائمة انضمت حتى الآن 3 دول داعمة لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا، وهي هولندا وفرنسا وإيطاليا. وتسعى البعثة الأممية في ليبيا لإنجاح الانتخابات المنتظر إجراؤها في ليبيا قبل نهاية العام القادم، وذلك بتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات التي وقعت معها اتفاقية للدعم التقني. إلى اللقاء.